السلام عليكم. دلوقتي عايز اشوف الاعدادات بتاعة المشروع الجديد، فاجي هنا واختار المشروع الجديد. هنا بيجيب لي احصائيات عن المشروع، طبعا لسه النهاردة اول يوم فمش هتلاقي احصائيات. اقول له بروجكت ادمن وهتبدأ تشوف المعلومات اللي انت دخلتها، وتبدأ تقول له الديتيل انكلود ان ريبورت بليس تايم ستامب، قلتلك التاريخ على كل الصور، الموبايل فون كواليتي تبدأ تختار اللي انت عايزه الكواليتي بتاعتها، الاونر كومباني يعني شركة، السايز بتاعت المشروع، الايميل نوتيفيكيشن الساعة كام، درجة الحرارة هتحسبها مثلا سيلياز ولا فرنهايت، المسافة بالكيلومتر مثلا مش بالميل، السبيد بالكيلو، الوحدات القياس بالمليمتر، وهكذا. دي الاعدادات اللي انت محتاجها في المشروع بتاعك. بعد كده هنشوف ازاي نضيف مشروع، ازاي نضيف شركات، ازاي نضيف اشخاص، ازاي نظبط اللوكيشن والايشيو والشيك ليست والكومنت التاسكس البرميشن.